بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 85 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: على قول القائل: الكمال والنقص من الأمور النسبية. قد بينا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه الكمال الممكن للموجود. ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلا. والكمال النسبي هو المستلزم للنقص، فيكون كمالا من وجه دون وجه، كالأكل للجائع كمال له وللشبعان نقص فيه، لأنه ليس بكمال محض، بل هو مقرون بالنقص والتعالي والتكبر والثناء على النفس وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص الربوبية. هذا كمال محمود من الرب تعالى، من الرب تبارك وتعالى، وهو نقص مذموم من المخلوق. وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية بقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه. وأمثال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه، وهو في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال، وهو أيضا من كماله، فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أيضا من كماله. وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه كان مفتريا كاذبا، والكذب من أعظم النقائص والعيوب. وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه فهذا لا يذم مطلقا، بل قد يحمد منه إذا كان في ذلك مصلحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية فيذم لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه. والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه، بل له الحمد على كل حال، فكل ما يفعله هو منه حسن جميل محمود. وأما على قول من يقول الظلم منه ممتنع لذاته فظاهر، وأما على قول الجمهور من أهل السنة والقدرية فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل، فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودة واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد. وله من الأمور التي يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه تبارك وتعالى. فالكبرياء والعظمة بمنزلة كونه حيا قيوما قديما واجبا بنفسه، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه العزيز الذي لا ينال، وأنه قهار لكل ما سواه. فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو، فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون كمالا من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريا منازعا للربوبية في خواصها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب، فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه. ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره، فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله. ومعلوم أن النبوة كمال للنبي، وإذا ادعاها المفترون كمسيلمة وأمثاله كان ذلك نقصا منهم، لا لأن النبوة نقص
ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص. وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصبا بذلك كان مذموما ممقوتا، وهذا يقتضي أن الرب تعالى متصف بكمال لا يصلح للمخلوق، وهذا لا ينافي أن ما كان كمالا للموجود من حيث هو موجود فالخالق أحق به، ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به المخلوق بما هو فيه إذا وصف الخالق بما هو فيه فالذي للخالق لا يماثله الذي للمخلوق، وهذا حق. فالرب تعالى مستحق للكمال مختص به على وجه لا يماثله فيه شيء، فليس له سمي ولا كفء، سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوق كربوبية العباد والغنى المطلق ونحو ذلك، أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق. فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما ثبت للمخلوق، عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على أدناها. وملخص ذلك أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية النفس أحيانا ونحو ذلك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والحسنى هي المفضلة على الحسنة. ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به، وإما أن يقال لا يدعى إلا بالحسنى وإن سمي بما يجوز وإن لم يكن من الحسنى، وهذان قولان معروفان. وإما أن يقال بل يجوز في الدعاء والخبر، وذلك أن قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أثبت له الأسماء الحسنى وأمر بالدعاء بها، فظاهر هذا أن جميع الأسماء حسنى، إلى أن قال: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت. أما إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم، فإن الإرادة والتكلم تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى، خلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون إلا محمودا. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة لاستكمال كلامه رحمه الله في هذا الموضوع المهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.